ثم سمونت بير ماريف نثف جحت نربدا ذكا شي مرقيث انه مشاور ذي الدريوش سيورن ذي سنخت في الجع ذي الإقليمة وانيتا منيثي وض مني تخيسان ذي ريزي ست ساونت ذكيارة وانيتا أنسحس كتار الغرض النوي روادي مرقيث الناك سيد عبد الرافيع الدناني يجان زيت مسمونتان بير ماريف نثف جحت نربدا لقاء نهان سفت تغال أهمية نستجلال أن هنا زونج مجموعة شركات فاخن شينج البرنامج نتقيث بشركة أجيج المؤسسة قناة ريفورست تقطي هولندا تمولج المشروع عملية توزيع الشتائل الزغاف نتمكن أن نوزع 20,000 شتلة ذي مجموعة المناطق نعرف ليس إقليم دريواش إقليم تازا إقليم حسيمة في نفس السياق نازونج نفس البرنامج ولكن ديري شوية موسع سويني اللي قاني نعني السفت يعني الغرض زيس وهو نازو أنك شركات أجل الجمعيات التعاونيات المحلية باش يعني نسنجح العملية ني وباش غاسيري ندير نوع التتبع نسن يعني نسبة النجاح العملية ني ثني وغاخيري نتقييم سنوي العملية نتجير والحمد لله يعني حضان ديج مجموعة الفعاليات ديج مجموعة الجمعيات التعاونيات نتمكن أنه كيخوق عن الشركة ني ثني وإن شاء الله يعني في المستقبل القريب نبدأ العملية ثانية توزيع الشتائل. ذي سعود ذي اللي قاعدني ونينس فيه وذي سخ مجموعة القضايا تعلق نغاس العلاقة جماليا لأن الشيء السوارخ للفلاحة الإيكولوجية اللي هي تعطي تأثير مباشر خ البيئة خ المناخ ومان خ يعني خ مارا القضايا يتعلق نسلون فيغنمان البيئة.